حامل للمأذونية أو بالأحرى حامل للهبة الملكية كتضرب ليه هذه الحقوق كاملة في عرض الحائط. لهذا من هذا المنبر كنطالبوا كان السيد وزير الداخلية جزاه الله خير المحترم باش يشوف بعين الرحمة لهذه الفئة هذه، يشوف بعين الرحمة تنعاود نكدها، يشوف بعين الرحمة لهذه الفئة هذه، لأن هذه الفئة تكتلت واحد التكتل النقابي اللي حاول يسيس هذه المسألة ديال المأذونيات، وحنا في غنى على هذا، حنا فئة مستضعفة، وحنا الواجب الكرائي اللي كنتقداو ما تيتعداش 1500 درهم، وكيتهمونا أننا كنتسلموا الحلاوة فيها 50 مليون 60 مليون، هذا هي هروب من الواقع. حنا كنتحداهم أي معاقي أنه تسلم هذا المبلغ هذا. لهذا كنطلبوا السيد وزير الداخلية المحترم باش يعيد النظر في الدورية الوزارية رقم 61 و108 اللي جات في الحقيقة تتشرد المعاق وكتلوح في الزنقة تعاود يسعى، كتعاود تلوح هذه الدورية تعاود يسعى في الشوارع بعد ما صاحب الجلالة نصره الله عطاه هذه المأذونية باش يعيش بكرامة. وجات هذه الوزارة هذه الدورية هذه خدات لي الحقوق ديالو وقزمت لي هذه المأذونية وفرغتها من المحتوى ديالها بفعل الضغط والقوة ديال النقابات يا أصحاب التاكسيات. لهذا بعد ما هذا المعاق شاف فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله من هذا المنبر كنطلب الله يمتعه بالصحة والعافية وأن يمد في عمره. شاف بعين الرحمة في هذه الفئة وعتقها وجات هذه النقابات وهذه المستغلين وشردوا هذه المعاقين في هذه الجائحة ديال كورونا وبلا جائحة، وراه خرجوا تيتسولوا في الشوارع. وكنطلبوا وزير الداخلية يشوف هذه الفئة اللي حاملة أحكام قضائية صدرت باسم صاحب الجلاله وامتنعوا عن التفيد ديال هذه الاحكام. وكنعاود نكذبوا ان التصريحات ديال الناس المستغلين ان احنا كنتسلموا الحلاوه بمبالغ ضخمه، وراه تنعاود ناكدها راه ما كاينش هذا الشيء، راه هذه كذب في كذب. السلام عليكم. معكم عبد الحق عضو بالسقيه الوطنيه لذوي الاعاقه ارباب المأذونيات. غير كتكمل الاخ هو دوكا في ظل هاد الجائحه اللي كنعيشو دروكا حنايا، بالنسبه للمعاق راه دروكا ما بقى لينا الا نخرجوا الا نديرو يدينا ونطلبوا، راه ما بقينا تنقبطوا الراتب الشهري لانه تمتنع علينا فهاد ديال هاد الجائحه. يعني حنا ملتزمين للحجر الصحي، ما تنخرجوا ما تندرجوا، يعني راه هادشي يعني تقهرنا بزاف بمعنى الكلمه تقهرنا. وكنناشدوا السلطات وكنناشدوا من هاد المنبر ديال مغربي اليوم، كنناشدوا صاحب الجلاله الله يطول ليه في العمر والله يشافيه لينا والله يحفظه لينا باش يتدخل، لانه ما بقيناش صراحه ما بقى عندنا لا راتب شهري، ما بقينا يعني صراحه قهرنا. وبالنسبه للمتطلبات ديال اليوميه يعني صراحه ما قهرنا. وهذا الشيء اللي بغيت نقول ونطلب من الله عز وجل يفرج علينا ويحيد علينا هذه الجائحة هذه. والسلام عليكم.